بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف: لقد كان في يوسف إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول سبحانه وتعالى في هذه القصة الجليلة حكيا عن إخوة يوسف أن فيها آيات للسائلين، فيها آيات، والآيات جمع آية وهي الدلالة، أي أنها تدل السائلين والمستخبرين عن عظمة الله وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، تدل السائلين عن صبر الأنبياء وأخلاق الأنبياء، تدل السائلين عما يتعرضون له ويسألون عنه من مداولة الأيام ومن المحن التي تأتي على العباد ومن المحن التي تنزل على الصالحين، بل ربما تنزل على الأنبياء والمرسلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لمن تأمل هذه القصة وجد فيها العبر والعظات وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ورجى الفضل منه، كما أنه أيضا يتعلق قلبه بيوسف ويحبه على أخلاقه الجميلة وصبره في الله وعفته وإحسانه إلى الخلق وتواضعه وعفوه وصفحه وكرمه عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا، أي إخوة يوسف، إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا. وأخوة يوسف كانوا من أم أخرى كما ذكر كثير من المفسرين، وأما أخوه كما ذكروا فيسمى بنيامين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا كلمة شنيعة كما قال قتادة والسدي، قالوا عن أبيهم كلمة شنيعة فظيعة، وصفوا أباهم وهو نبي مجتبى ورسول مصطفى من الله عز وجل
قالوا إن أبانا لفي ضلال، والضلال هو الغي والانحراف عن الحق. قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. وأنت تلحظ في كلماتهم مدى الجهل والحسد والحقد الذي أكل قلوبهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ولا شك أن يوسف كان أحب إلى يعقوب عليه السلام منهم، لما اختصه الله عز وجل من الصفات، أو خصه بالصفات الخلقية والخلقية، فكان جميل الظاهر جميل الباطن، وكان يبدو عليه علامات النجابة والاصطفاء، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة في قول يعقوب لابنه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالله عز وجل اصطفى يوسف، وأمر المحبة أمر قلبي لا يملكه أحد، بل لا يستطيع أن يدفع الإنسان الحب من قلبه. الإنسان يؤسر بحبه لبعض الناس لصفات الجلال والعظمة أو الكرم أو السخاء أو الإحسان، وكما قالوا الإنسان أسير الإحسان. فأنت إذا سمعت عن إنسان متصف بصفات الجلال والكمال والكرم والسخاء أحببته ولا بد، بل ربما لم تملك نفسك من حبه، فكيف إذا ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب خلقه محبة عبدا من عباده، كما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق محبة موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. حتى حكي أن إبليس قيل له: هل أحببت أحدا؟ قال: أحببت موسى رغما عني، وألقيت عليك محبة مني. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله سبحانه وتعالى جعل ليوسف محبة في قلب أبيه، محبة زائدة عن بقية إخوته. وهذا لا يحاسب عليه العبد، أن يحب ابنا من أبنائه أكثر من بقية الأبناء، لكن الواجب عليه أن يعدل بينهم في الأمور المادية وفي العطايا وفي الهدايا، ولا يجوز أبدا ألا يسوي بينهم. فقد ثبت في الصحيح أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: نحلني أبي نحلة، أو نحلة أي أعطاني عطية، ثم جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطيته، فقال له: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: أكل بنيك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، سووا بين أبنائكم في العطية. وفي رواية: اسمع له صلى الله عليه وسلم وهو يوجه ويربي ويعلم. قال له: أيصرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، أي فلا تفعل. أيصرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فينبغي على الأب والأم كذلك أن يعدلوا بين الأبناء، وأن يبذلوا قدر استطاعتهم في التسوية بينهم. حتى حكى بعض السلف أنه ينبغي على الوالدين أن يسووا بين أبنائهم في القبل،
فإذا قبل بعض أبنائه قبلة أن يسوي بين أبنائه الآخرين في ذلك. أما المحبة فشيء في القلب لا يملكه أحد ولا يستطيع أيضا أن يصرفه أحد. فيعقوب عليه السلام كان يحب يوسف أكثر من إخوته لما بدا عليه من علامات النجابة، ولكن هو نبي من أنبياء الله، كان يعدل بينهم. فحقد إخوة يوسف على يوسف عليه السلام لما رأوا عليه من نعم الله وفضل الله سبحانه وتعالى، وبدلا من أن يلوموا أنفسهم، وبدلا من أن يسعوا إلى الكمال وإلى تطهير قلوبهم وإلى تحسين أخلاقهم وإلى بر والدهم ليكسبوا محبته، سعوا إلى إيذاء يوسف، سعوا إلى التفريق بينه وبين أبيه. وهذا أمر شنيع أن يفكر فيه إنسان لأخيه وشقيقه وابن أبيه، أن يسعى إلى أذيته، ففيه عقوق للوالدين، وفيه غلظة وفظاظة وقسوة وإيذاء للصغير بلا سبب. قالوا اقتلوا يوسف، أي قلب سمح لنفسه أن يتلفظ بهذه الكلمة؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ أين الأخوة؟ أين مراعاة جانب الأب الكبير؟ أين مراعاة محبته؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. انظر، يخلو لكم وجه أبيكم، أي تصفو لكم محبته، لا يجد إلا أنتم في وجهه، فيبش لكم ويحبكم. انظر كيف سول لهم الشيطان، أن في قتلهم ليوسف وأن في جريمتهم هذه مصلحة كبرى. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هكذا يفعل الشيطان بالإنسان، يحاول أن يدفعه إلى المعصية بشتى الوسائل، يزين له المعصية ويقول له أضمر التوبة قبل المعصية، فقد هم قد أدمروا التوبة وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني اقتلوا يوسف ثم بعد ذلك توبوا إلى الله وكونوا من الصالحين. وذلك لأن للمعصية ألم في القلب، وأنها منافية للفطرة، تخرج بالعبد عن حد العبودية إلى مبارزة الرحمن الرحيم بالمخالفة، القوي القادر. العبد عندما يقدم على المعصية بقدر الإيمان في قلبه يجد ألما لها ويجد غصة. وكما جاء في الحديث الحسن، المؤمن من سرته حسنته وساءته معصيته، وساءته معصيته، فإذا فعل معصية ساءته وضاق صدره بها وتغير قلبه منها وندم عليها. كما جاء في الحديث، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، وابك على خطيئتك. فالمؤمن يندم على المعصية ويتأذى منها، والشيطان لكي يخفف عليه المعصية يقول له افعلها ثم تب، أنت لك متسع في التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كل ذلك حتى يدفعه إلى فعل المعصية، فإذا فعلها وأراد أن يتوب أخذ في تسويفه وفي تسويل له الإمهال، لا زال في الوقت متسع ولا زال الأمل كبير. هكذا فعل بهم الشيطان، وهم لم يتوبوا إلى الله عز وجل إلا بعد عشرات السنين من هذه الحادثة، عندما قالوا في آخر القصة، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بعد سنوات طويلة تابوا إلى الله عز وجل. ولكن الشاهد أن الشيطان يسول الإنسان، يزين له المعصية، ثم يكرر له أن فيها مصلحة وأن فيها منفعة، ثم أنك تتوب بعدها وتكون من بعده قوما صالحين.
وكذلك زين لأبينا آدم عليه السلام عندما قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فدله على الشجرة وأقسم له بالله عز وجل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم بالله أنه من الناصحين. فلذلك ينبغي على العبد أن يحذر من مكر الشيطان ووسوسته واستدراجه وتسويله للمعصية وتسهيله لها، حتى وإن أضمر التوبة فلا يدري العبد هل يوفق لها أم لا، وهل يمهل في عمره لكي يتوب أم لا. قال وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهذا كان أخف قسوة من سابقه، اقترح عليهم ألا يقتلوا يوسف، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. هذه أيضا جريمة شنيعة، ولكن ربما كانت أخف من الأولى. والله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، فالله عز وجل أراد ليوسف أن يرفعه وأن يعزه وأن يمكن له في الأرض وأن يمكن له في مصر، فأراد سبحانه وتعالى ذلك فدفعهم عن فكرة قتله إلى فكرة بيعه. ألقوه في غيابة الجب، والغيابة هي قعر البئر التي يغيب فيها الإنسان. ألقوه في غيابة الجب أي البئر يلتقطه بعض السيارة أي بعض المارة إن كنتم فاعلين. خذوا يوسف وألقوه في البئر، ربما يلتقطه ملتقط فتكونوا قد تخلصتم منه. وهذه أيضا قسوة وعقوق للوالدين وعدم رحمة بالصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فضله وأن يجعلنا من عباده الرحماء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.